إذا اسمحوا لي بادئا ببدء أن أشكركم وأن أعبر عن عظيم امتناني ولكل من عمل بما فيهم الحكومة وجلالة الملك محمد السادس لدعمه لجمهورية سيراليون عند الانتخابات وقت الاقتراع، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح لمقعد لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن في الأمم المتحدة. إذا اسمحوا لي أولا أن أكمل كلامي باللغة الإنجليزية وهكذا لكي أتكلم بشكل رسمي. إذا معالي الوزير اسمح لي أن أشكركم وأن أعبر لكم عن عظيم امتناننا باسم فخامة الرئيس وأيضا نيابة عن وفدي على هذه الحفاوة في الاستقبال منذ مجيئنا يوم الجمعة، وأيضا أن أعبر لكم عن امتنان الشعب للمملكة المغربية، خصوصا عندما كانت ترشحت أو ترشح بلدي لشغل مقعد في مجلس الأمن كعضو غير دائم. إذن لهذا الدعم غير المسبوق الذي يثمن علاقة طويلة جدا بين بلدينا المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، وهذه توجد هذه العلاقة بفضل مجهودات جلالة الملك وأيضا مجهودات فخامة رئيس سيراليون. إنه من دواعي سروري أن أقوم بزيارتي الأولى خارج سيراليون إلى المملكة المغربية، لأنني وزير جديد وزارة الخارجية لجمهورية سيراليون والتعاون الدولي. هذا التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون تطور تحت الرعاية السامية وأيضا التوجيهات المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس وأيضا فخامة الرئيس رئيس جمهورية سيراليون. وسررت كثيرا لألتقي معالي الوزير ناصر بوريطة وأن يكون لدينا تبادل أطراف الحديث ونقاشات، وأيضا يسرني أن نتعاون معه لكي نطبق الاتفاقيات الموقعة خلال اللجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون التي عقدت في الداخلة في الصحراء المغربية في 2003 في أبريل في 28 أبريل 2023 فيما يخص القضية الصحراوية. اسمحوا لي أن أؤكد دعم بلدي الراسخ للصحراء لمغربية الصحراء المغربية مغربية الصحراء، هذا الدعم الراسخ، وأيضا أهمية المبادرة للحكم الذاتي كحل فريد ووحيد لنصل إلى حل للقضية تحت لواء المجهودات الأممية بشكل حصري للوصول إلى حل مستدام لهذا النزاع الإقليمي. إذن ونرحب بهذه مغربية الصحراء والوحدة الترابية من طرف جمهورية سيراليون، والتي وكان ترجمة هذا الدعم هو أن نفتتح القنصلية العامة في الداخلة. وإذا اسمح لي معالي الوزير أن ألخص ونختم كلمتي بالشكر
المغرب المملكة المغربية من طرف سيراليون، وأعدكم بأن تحت التوجيهات السامية لفخامة الرئيس سيراليون ستعمل وتعكف على تثمين هذه العلاقات وأيضا لدعم ترشيح المغرب لشغل مقعد كعضو غير دائم على مستوى مجلس الأمن الأممي. والمغرب هو مثال حي لدولة ازدهرت بدون أن يعني بشكل إيجابي. وإذا درسنا الموقع الجغرافي لديه رمزية كبيرة. إذن سيراليون هي أيضا في موقع استراتيجي وجغرافي مهم جدا، ولكن هناك اختلاف. المغرب لديه رؤية مستنيرة من طرف أو تحت لواء جلالة الملك محمد السادس، وهكذا ساكنة وشعب المغرب أبانوا عن الكثير من مكامن الحكامة الجيدة والتغير المستنير الذي هو فريد من نوعه في إفريقيا. هذه الأمثلة يجب أن تثمن، لأن هناك قائد برؤية مستنيرة للإقليم ككل الذي يمكن أن نقتدي به في ميدان أيضا الفلاحة والكثير من القطاعات. معالي الوزير، أشكركم وأشكر شعب هذا البلد العظيم، وأدعوكم إلى سيراليون لكي تدعموا الدولة الشقيقة أو الأمة الشقيقة التي هي جمهورية سيراليون لتواكب هذا التطور في غرب إفريقيا. وشكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.